لسه عندنا اخبار كثيره جدا جدا على مدار حلقتنا النهارده مع نجمنا محمود شاكر محلل الكره العالميه، لكن سريعا نروح نشوف الاخبار والصحف العالميه قالت ايه في المحترف. يلا نبدا سريعا جولتنا في الصحافه العالميه اللي هنبداها بماركه الاسبانيه اللي ركزت اكيد على قرعه دور ال 16 بدوري ابطال اوروبا ومعرفه طبعا ريال مدريد لمنافسه قويه امام ريال مدريد بنفسه قبل مواجهه ريو فالوكانو لاستعاده صداره الدوري الاسباني. الصحيفه كمان اهتمت بتعادل اتلتيكو مدريد مع اسبانيول 1-1 وكتبت حتى ضد 10 لاعبين لا يرفعون الراس. الصحيفه اهتمت برضه بقرعه الدور الفاصل للتاهل لدور 16 بالدوري الاوروبي لاوروبا ليج ومنافس برشلونه المحتمل، وكتبت برشلونه يتجنب روما والمان سيتي، لكن برشلونه هيقابل المان يونايتد اسف. سبورت الاسبانيه ركزت على فوز برشلونه 4-0 على ريال مدريد في كلاسيكو السيدات وكتبت كلاسيكو ساحق. كمان تحدثت عن تصريحات الونسو مدافع برشلونه اللي اكد خلالها انه كان يرغب في اللعب لبرشلونه منذ الطفوله. الصحيفه اهتمت بقرعه دوري الابطال الدوري الاوروبي وكتبت مورينيو وكريستيانو رونالدو هما الاصعب لبرشلونه. في نفس البلد اسبانيا موندو دوبتريفو الاسبانيه تحدثت على ان جميع الفرق اللي بتسعى طبعا لتجنب باريس سان جيرمان وليفربول في قرعه دوري الابطال. كمان اهتمت بمباراة ريال مدريد وريو فالوكانو وأهمية فوز الريال لاستعادة الصدارة في الدوري الأسباني. سريعا نروح لإنجلترا، جريدة صن الإنجليزية اللي اهتمت بفوز الأرسنال 1-0 على تشيلسي واستعادة صدارة الترتيب، وكتبت أرسنال يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي بعدما أثبتوا لأوباميانج أنهم أفضل من غيره. اهتمت الصحيفة كمان بفوز كبير ليفربول على توتنهام 2-1 وكتبت كونتي يضرب صيحات الاستهجان. كمان اهتمت بهزيمة المان يونايتد أمام أستون فيلا 3-1 وكتبت الشياطين أغبياء جدا. فرنسا وجريدة ليكيب الفرنسية ركزت على فوز مارسيليا على ليون 1-0 وكتبت مارسيليا يستعيد معنوياته. كمان اهتمت بفوز باريس على لوريان وكتبت باريس يحافظ على سجله بدون هزائم. ايطاليا لاكازيتا دي السبورت الايطاليه اهتمت هذه الصحيفه بفوز يوفنتوس على الميلان 2-0 وكتبت يوفنتوس يضحك، وبكده يعني يوفنتوس كمان بيحقق مفاجاه. يعني حضراتكم عارفين اليوفنتوس في دوري الابطال خرج يعني في المركز الثالث وبيلعب في الاوروبا ليج على مستوى الدوري او السيريا بيمر بازمات كثيره جدا جدا جدا.